بطبيعة الحال نحن اليوم نحيي الذكرى الأربعين لاغتياله، ويمكن أن نعتبر أن هذه الوقفة فيها كذلك مناسبة للوقوف على أوضاعنا الحالية. الإرهاب الذي اغتال عمر البارحة اليوم يهدد المجتمع بأجمعه. هذا الإرهاب يجد في رأيي أرضية في الفكر المتطرف، والفكر المتطرف يتغذى من خليط من إيديولوجية الإخوان المسلمين والوهابية، وهذه الإيديولوجية المركبة تحاول جعل المغرب تابع في انتمائه الإسلامي إلى جهات خارجية مشرقية، وتستقطب من جهة أخرى الشباب للحرب على المجتمع وتفكيك الأوطان داخل العالم العربي والإسلامي. التطرف الحالي لا يمكن أن يهزمه إلا القوى الديمقراطية التقدمية، معهم العلماء المستنيرين، وبطبيعة الحال هذه المهمة في رأيي موجود طاقة المغرب. المغرب يزخر بطاقات هائلة خلاقة كلها إصرار وعزم على مواصلة المسيرة التي سار فيها عمر في أفق بناء نظام ديمقراطي حر وعادل في إطار ملكية برلمانية. لكن هذه الطاقات تحتاج اليوم إلى وحدة اليسار، كل فصائل اليسار الاشتراكي والتقدمي والثوري محتاجة اليوم إلى الوحدة لسد الطريق أمام الإرهاب وإخراج المجتمع من النفق الذي يحاول الإرهاب أن يدخله فيه ويدخل فيه البلاد العربية والإسلامية كلها. وشكراً والسلام عليكم.